احنا لازم طبعا اكيد نبقى موجودين مع العمال وان احنا لازم نكون متواجدين في وسطهم. طيب بس الحقيقه هي ان يعني جزء من الازمه اللي احنا عايشين فيها دلوقتي للاسف ان المناخ الديمقراطي حتى اللي احنا شغالين فيه ضيق وقد كده والدنيا مخنقه ومش عارفين نعمل ايه. فا طبعا هننزل مع العمال، طبعا اولويتنا ان احنا نتكلم معاهم وان احنا نحاول نكسر الاطار ده. بس كمان في يعني مهمه كبيره جدا علينا دلوقتي هو ان احنا لازم بكل الطرق نستقطب كل القطاعات الثوريه اللي موجوده في كل القطاعات اللي عندها امل لسه في الثوره دي ولا عاجبها انها تبقى مع الاخوان ولا عاجبها انها تبقى في حلف السيسي. وبالتالي انا متفقه معاك ان دايما العمال اولويه، بس اللي انا عايزه اكد عليه ان في المرحله اللي احنا فيها دلوقتي القطاعات التانية مهم جدا ان احنا نخاطبها، مهم جدا ان احنا نتكلم معاها، لان في الاول وفي الاخر كل ما يبقى عندك القدره العاديه والقدره النظريه والثقل الحقيقي انك تقدر بحجم وبرؤيه سياسيه حقيقيه، كل ما عندك القدره اكتر انك تنزل في ضربات وتغطيها بشكل اقوى وتنقل لها خبرات بشكل احسن وتبقى فعلا قادر انك تتحرك في وسط قطاعات بتقل اكتر